السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا نحن الآن متواجدين على الخط الأول في جبهة جبر وبالتحديد على جبهة طيبة. الآن سوف نتوجه إلى أماكن تمركز المجاهدين على الخط الأول. السلام عليكم. طبعا التقينا بطريق الصدفة مع قائد المجلس العسكري في دمشق وريفها العقيد عمار النمر، متواجد على إحدى جبهات حي جوبر. كيفك سيادة العقيد؟ الحمد لله. سيادة العقيد، يعني شو هي الفصائل المشاركة على جبهة جوبر كونك أنت هلا متواجد على جبهة جوبر؟ والله نحن حاليا هلا متواجدين بأحد نقاط الربط الخاصة بتشكيل جند العاصمة، قائده المقاتل أبو عمر. هون تم تنفيذ عدة معارك في جبهة جوبر وكلكم تعرفوا هالشي. الفصائل اللي اشتركت بالمعارك هي جند العاصمة، الاتحاد الإسلامي، جيش الإسلام، فيلق الرحمن، لواء القعقاع، جبهة النصرة، وجند الأصالة والتنمية. يعني سيادة العقيد، لاحظنا أنه بالفترة الأخيرة شفنا المجلس العسكري على الأرض. وين كان المجلس العسكري قبل ما نشوفه خلال قبل شهر؟ قبل شهر نحن تقريبا يعني بالنسبة للمجلس العسكري الجديد اللي نحن شكلناه مثل ما بتعرفوا من الأرض، من الضباط اللي متواجدين على الأرض، قبل بشهر ما كان في شيء مجلس عسكري. كان المجلس العسكري اللي بالخارج عم يقولوا انه في مجلس عسكري، لكن ما في شيء على الارض له. حاليا نحن كمجلس عسكري متواجدين على الارض، بنضرب مثال هلا بمعركه رص الصفوف. يعني كل شيء تشكيلات ذكرناها هلا اشتركت بالمعارك فيها عدد من الضباط اللي هن اعضاء بالمجلس العسكري. يعني جزاكم الله عنا كل خير. في حدا من قيادة المجلس العسكري معكم هون ولا بس حضرتك متواجد؟ في معي عدد من ضباط قيادة المجلس، وبالإضافة للضباط الأعضاء اللي يعني تقريبا عددهم شيء 15 ضابط موجودين كانوا بالمعارك. هي كلهم متواجدين ضمن التشكيلات اللي اشتركت بالمعركة. طيب غرفة العمليات تبع جوبر، كنتم متواصلين معه أو متواجدين بالغرفة نفسها، أو صار في تنسيق بينكم وبين الفصائل اللي مشاركة بمعركة جوبر حاليا؟ نعم، نحن في تنسيق سابق قديم من عام من خلال عملنا بغرفة عمليات الوطن الشرقية مع غرفة عمليات جوبر، وبالأخص مع قائد الغرفة اللي هو قائد جند العاصمة، وتنسيق مستمر معهم. الله يعطيكم العافية ويحميكم سيادة العقيد. الله يعافيك. طبعا بالصدفة كمان لقينا قائد جند العاصمي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. طبعا احنا لنا الشرف انه نتعرف عليكم وانتم بترفعوا الراس، وبصراحة يعني مبارح رفعتوا راسنا بحي جوبر. ممكن نعرف يعني شو الانتصارات اللي صارت مبارح بجوبر؟ شو الغنائم اللي اغتنمتوها؟ بفضل الله تعالى وبصمود الشباب والمجاهدين من جند العاصمي وجيش الإسلام وفيلق الرحمن واتحاد إسلامي وجميع الفصائل المشاركة، جند الأصالة، جبهة النصرة، ولواء القعقاع، تم تحرير عدة نقاط في قطاع طيبة، واغتنام العديد من الذخائر والأسلحة بفضل الله، وأيضا قتل العشرات من جنود الأسد، وأسر عدد منهم أيضا في على هذه الجبهة. الاشتباكات متقطعة، يعني كل فترة تشتد الاشتباكات. النقاط المحررة الحمد لله ما زالت معنا. النظام حاول إعادة هذه النقاط وشن هجوم كبير بالطيران والمدفعية وصواريخ الفيل على جبهة جوبر، لكن لن يؤثر ذلك أبدا على صمود المجاهدين. بإذن الله تعالى نتوعده بأكبر من ذلك، وسوف يرى منا القوة التي يستحقها إن شاء الله. إن شاء الله تعالى. إن شاء الله. معركة رص الصفوف، يعني لاحظنا أن جبهة النصرة هي من ضمن التشكيلات، لكن حقيقة المنظرون الفيسبوكيون الذين يحاولون الإيقاع بين عناصر الجيش الحر وجبهة النصرة، اليوم نلاحظ هناك منظرون يحاولون أن يفرقون بين الجيش الحر وجبهة النصرة. ما رأيكم أنتم بهؤلاء المنظرون القابعون خارج البلاد؟
أخي الكريم، على الجبهات القتال يتوحد جميع الفصائل، يصبحون فصيل واحد، قيادة واحدة تديرهم، الزخيرة توزع على الجميع بالتساوي، الإمداد كل ما يمكن توزيعه على الجميع، لا يمكن فصل بين الشباب على الجبهة. دعنا من الخلافات التي لا نهاية لها، لكن على الجبهة يتوحد الجميع وينجز الجميع ويحرر الجميع أيضا وينغمس ويستشهد منا ومنهم ومن الجميع بدون استثناء. جزاكم الله عنا كل خير. طبعا كان معنا القائد أبو عمر، قائد